لابورت اللي امامنا المدافع الفرنسي والهدف يا ولد. اول هدف هنا رياض محرز الرائع في هذه اللقطه. اجمل الاهداف هنا للجزائري رياض محرز. ستيرلينج وسط الحصار لكن على طول المره دي يغطي برونو مانجا وتسديده يا ولد. شوف هنا بقى القدره والمهاره في الضغط واحياء الكره والمهاره هنا من محرز. وجوارديولا لا يستطيع الا ان يصفق. ونحن تسترجع من فرناندينو يلعبها لرياض محرز يراقب كورتو محرز با جول عالمي يا رياض عالمي. جول يا رياض حطها في الشباك وكأنها بيده في الزاوية التي ليفربول هنا وخسر ايضا امام واتفورد. عدى حلو ستيرلينج ممكن هدف الاول. جول رياض محرز امامنا هنا في هذه اللقطة. يعرف الطريق دائما وابدا عندما كان يلعب في ظروف ليستر. سجل مع ليستر الحقيقة في 7 ثاني يوم من جديد الثاني الى ديفيد سيلفا بساطة سهولة الى جيسو عملها رياض عملها النجم الكبير. الله عليك يا ولد. روعة ايه متعة ايه هدف تاني رياض محرز الله عليه. نعم يتقدم النجم العربي الجزائري الكبير. نعم هو تلو الاخرى الاداء لا يكون بنفس الايقاع بينما هنا فرصة فعل الجزائري محرز يحرز اول اهداف السيتي. محرز مفخرة الجزائر السيتي. عبالي جندوغان من هنالك وصلت رياض مرة ثانية. رياض ولا جول با جول. انت مجنون يا رياض في منتهى الروعة حطها في الجول. يا له من حصة عند جوارديولا. سأتركك لآخر مباراة لتطلق آخر صاروخ. تطلق رصاصة